أخبار العالم بإيجاز من غرفة أخبار القناة الجامعة المغربية كومبيس ماروك تي في. مرحبا بكم. يواصل فيروس كورونا في تونس حصد الآلاف من الأرواح بشكل قياسي لتتجاوز حصيلة الوفيات وفق وزارة الصحة 11,000 وسط مخاوف أطلقها أطباء من انهيار وشيك للمنظومة الصحية وعجز المستشفيات عن استيعاب المرضى. أعلنت حركة طالبان على لسان متحدثها ذبيح الله مجاهد أن مقاتليها سيطروا على مقر مديرية بوركا في ولاية بغلان شمالي أفغانستان، في حين شرعت القوات الأمريكية في الانسحاب الميداني. جددت مصر والسودان تحذير من التهديدات التي يشكلها سد النهضة، وانتقدتا ما أسمتها الخطوات الأحادية لإثيوبيا، في حين أجرى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي مباحثات في الخرطوم في محاولة للمواسطة لحل الأزمة. انسحب وزير الخارجية الهندي اليوم الأربعاء من اجتماعات مجموعة السبع في العاصمة البريطانية لندن إثر مخاوف من احتمال إصابته بفيروس كورونا. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات المفروضة على بلاده سترفع خلال وقت قصير إذا بقي الإيرانيون متحدين، في حين أكدت أطراف بمفاوضات فيينا أن تبادل السجناء بين واشنطن وطهران ليس على طاولة النقاش. نهاية الموجز، إلى اللقاء.